حكم الطاعة في مثلا ماذا؟ الرئيس الكافر أو نعم ولي الأمر الكافر. تمام. الآن ملك هذه البلاد، نحن دخلنا هذه البلاد على ماذا؟ على السمع والطاعة له. نمشي مع النظام، ما نخالف النظام. الطاعة في غير معصية الله. لا أفجر. حتى إشارة لا أقطع إشارة. قطع إشارة المرورية. نعم أنا أحافظ على النظام لأنه ما يخالف الشرع. لا أسب الرئيس، لا أسب الملك، لا أسب الحكومة. بل أدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا للكفار. نبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نبي يوم خدوا الله خبرهم صوحي تنام كبكمشون خمشان. ادعوا للملك بالهداية، ادعوا لعائلة الملك، ادعوا للحكومة. دعاء كب رتبان، دعاء كب كونام، دعاء كب كونام. حتى هذه الأشياء لازم نحن نظهرها حتى يعرف الحكومة أننا مع النظام لا نخالف النظام لأنه ما خالف الشرع. สิ่งนี้ในช่วงบอกว่าเราจะต้องทำให้มันปรากฏเห็นชัดนะเขียนไว้เลยครับว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเราเป็นมุสลิมที่ดีพร้อมที่จะเชื่อฟังเคารพกติกาของสังคมไม่ขัดแย้งกับกฎหมายสังคม. أذن لكم في بناء المساجد والدروس صحيح والدعوة. نعم رتبان ربان بان رو خب فو نام ني أنويات هاي رو سان مسجد أنويات هاي رو مي كان رين كان سون أنويات هاي رو تام كتاكم ساسنا ني يام سنوك سفاي. هذه فرصة لدعوة هؤلاء للإسلام. ادعوا لهم بالهداية. نعم. أما ما يقول بعض من لا يفقه في دين الله أننا نسب هؤلاء لا. คำพูดหรือว่าแนวทางของผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่ด่าทอ لا يوجد عندنا مجالس سرية، لا يوجد مجالس تحت الأرض، ما عندنا، كل شيء فوق الأرض واضح، مجالسنا وكلامنا كله واضح أمام الناس، لا يوجد شيء تحت الطاولة هنا تحت. نعم.